واحد راح يخطب بنت سأل عليها جيرانها، قالوا له مش كويسة. المهم مشي وهو زعلان جدا لأن البنت دي كانت عجباه قوي وبيحبها. فجأة عد عليه راجل كبير في السن، قال له مالك وشك حزين كده ومتضايق؟ قال له حصل معايا كذا وكذا. الراجل الكبير في السن قال له ما تزعلش وهجوزك بنتي، بس قبل ما تتجوزها اسأل عليها. المهم الشاب راح سأل على البنت الناس، قالوا له ده مش محترمة ومش كويسة. الشاب مشي زعلان برضو ومتضايق قوي، وراح للعجوز وقال له سألت؟ قال له أيوة وحصل كذا وكذا. العجوز قال للشاب يعني أنت سألت على بنتي وقالوا لك مش كويسة؟ قال له سألت عليها وقالوا لي مش تمام. المهم الراجل العجوز قال له طب تعالى معايا لغاية البيت. الشاب راح معاه ودخل معاه البيت وقال له شوف ما عنديش بنات أصلا. الشاب اتفاجئ، قال له ما تاخدش على كلام الناس عشان في يوم ما تظلمش حد. يعني ملخص الكلام، سيب اللي يتكلم يتكلم، كده كده الناس بتتكلم، دول يتكلموا على الميت في قبره يبقوا هيسيبوا العايشين في حالهم. سألوا أعمى بسخرية هل أنت أعمى؟ فأجابهم الأعمى من يغمض عينيه عن أرملة أوجع رأسها حمل ثقيل. الأعمى من توجه للقبلة وأدار ظهره للأيتام والفقراء. الأعمى من سجد لله وتكبر على عباده. الأعمى من كان في صف المصلين الأول ولكنه غاب عن صفوف الجياع. وقول الحق، الأعمى من تصدق يوما وهو قادر أن يتصدق دوما. الأعمى من صام عن الطعام ولم يصم عن الحرام. الأعمى من طاف البيت الحرام ونسي أن يطوف حول فقراء يموتون كل يوم من شدة العوز. الأعمى من رفع الأذان ولم يرفع أبويه. الأعمى من صلى وصام ثم غش في بيعه وشرائه. الأعمى من قام بين يدي الله وقلبه يحمل حقدا وكرها وبغضا واحتقارا لإخوانه البشر. الأعمى من كان هناك انفصام بين عبادته وأخلاقه ومعاملاته. الأعمى من صلى وسجد وصام وهو يناصر الظلمة. الأعمى من صلى وصام ويداه ملطختان بدماء البشر. الأعمى من أخذ من الدين بعضه وترك بعضه. الأعمى من صلى ولم ينتفع بصلاته. كلمتين ونص. العمى عمى القلوب، نظفوا قلوبكم. أسامة ياسين.